أهلا بكم متابعينا إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. الولايات المتحدة تصنف كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب. رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض حجاب يقدم استقالته بعد سنتين من توليه المنصب. الجامعة العربية تؤكد رغبتها بتجنيب لبنان تداعيات الصراعات الإقليمية. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن تجارة الرقيق في ليبيا قد تشكل جريمة ضد الإنسانية. ميركل تفضل إجراء انتخابات مبكرة معلنة ترشيحها. زيمبابوي تترقب تنحي موغابي والحزب الحاكم يبدأ إجراءات عزله. مقتل 6 مزارعين في شمال شرق نيجيريا بأيدي مسلحي بوكو حرام. ستاندرد أند بورز تؤكد استقرار التصنيف الائتماني للسعودية. وعملة البيتكوين تصل إلى سعر قياسي تخطى حاجز 8000 دولار.